بعد الطائرة. أهلا بك يا كابتن. أهلا بيك كابتن هيثم. ألف 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 مبروك، النجاح يعني واضح، ثقة الجمعية العمومية واضحة. تحب تقول إيه بعد الفوز ده يا كابتن؟ ربنا يخليك، وميرسي جدا على إنكم بتكلموني في قناة عملاقة باسم كبير قناة النادي الأهلي. أشكركم في البداية طبعا، وبشكر كل العاملين في قناة الأهلي، والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية إن هم يدوني أعلى الأصوات، فطبعا ربنا يقدرني ان شاء الله على الثقه الكبيره دي ان احنا نعمل حاجه حلوه للكره الطايره ان شاء الله باذن الله. كابتن هلاء، اكيد الثقه دي ما جاتش من فراغ، يعني يمكن حضرتك رسم خطه مستقبليه للكره الطائره، شايفاها ازاي؟ شايفه انت ممكن تضيفي ايه ما كانش موجود قبل كده يا كابتن هلاء؟ ان شاء الله باذن الله، يعني اكيد رسمها حاجات كتير جدا، ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر ننفذها على ارض الواقع. بالتاكيد احنا عشان نبقى منصفين، يعني استلمنا من اللجنه المؤقته برئاسه الدكتور فاضل عبد السلام الاتحاد الحقيقه عامل انجازات كبيره جدا 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 على مستوى منتخباتنا، سواء لقطاع السيدات او لقطاع الرجال. شرفونا في العالم وبقينا من الخمس الكبار في العالم، بنناطح اكبر فرق في العالم بعد بطوله العالم الاخيره، ونقلونا من المركز يمكن 27 وداخلين على المركز التاسع في العالم، فدي حاجه مشرفه جدا. مش هنبدا من الصفر، هنبدا نكمل الانجازات دي ان شاء الله على مستوى منتخباتنا، ودي دي النقطه الاهم، ان يكون عندنا منتخبات قويه تنافس، ما تبقاش تمثيل مشرف في بطولات العالم زي ما استلمنا من الدكتور فؤاد عبد السلام. وده بالنسبه للمنتخبات. اما بالنسبه للانديه، نبدا نراعي في حاله تواصل دائم مع الانديه، والدعم يروح باذن الله للانديه اللي هي بتعاني جدا جدا، في خاصه في بحري وبقبلي، لان هم دول العماد الرئيسي والبنيه التحتيه للاتحاد. فان شاء الله نقدر نعتمد، نقدر نكثر مواردنا عشان نقدر نساعد الأندية دي، عشان تقدر تبقى مفرقة حقيقية للأبطال، لأن الأبطال كلهم بالتحديد بيبقوا من الأقاليم دي. فإحنا الخطة اللي جاية إن شاء الله إزاي ندعم الأندية، وإزاي يبقى في حالة تواصل دائم عشان نقدر نحط إيدينا في إيدين بعض إن شاء الله، ونرتقي أعلى إن شاء الله بلعبتنا اللي احنا يعني قضينا عمرنا كله فيها ان شاء الله. طب طمنينا على الفريق الاول بيشارك دلوقتي بطوله افريقيا، الاخبار ايه؟ وهل هتروحي لهم ولا لا يا كابتن؟ والفريق الاول السيدات، السيدات بالظبط، الكاميرون دلوقتي، والحقيقه يعني حظهم قليل شويه لانه هم رايحين ناقصين ثلاثه من الاساسيين، اللي فاصل الاساسي دعاء جالها صليبي قبل ما تروح، وندى معوض اللي هي حصلت على احسن لاعيبه في افريقيا البطوله اللي فاتت، يعني ربنا يوفقها، هي جالها بعثه في امريكا، ومريم متولي لاعبه النادي الاهلي والعملاقه للاسف برضه خلع في الكتف، فهم رايحين ناقصين ثلاثه، ورغم كده عملوا مباريات عاليه جدا جدا جدا، بس للاسف طبعا خسروا النهارده من كينيا، وهيلعبوا مع السنغال على الميداليه البرونزيه طبعا بدل التوفيق. وبالتاكيد لما عناصر الفريق تكتمل هيبقى ليهم شأن آخر إن شاء الله في البطولة القادمة. أكيد إن شاء الله كابتن هناء. حمزة طبعا الفائزة بمقعد العضوية في اتحاد كرة اليد، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا، وألف ألف مبروك، ونتمنى